كان ودي كل واحد منكم يفتح قلبه وبعد ذلك يفتح أذنيه ويسمع أعمال. أنا تخصصت في هذا اللقاء أن أذكر أعمال بعضها وانت على الكرسي والمشاهد الآن وهو جالس على مقعده الذي شاهدنا عليه يستطيع أن يدخل على الله بسبب من أسباب دخول الجنة وهو جالس. أعطيكم مثال: صليت صلاة العشاء، من أسباب دخول الجنة قراءة آية الكرسي بعد صلاة مفروضة. فلاحظ مسكين الله يحسن عزل ليطلع مباشرة بعد الختام، السلام عليكم ورحمة الله، الثانية عند النعال. من أسبابها أن تسأل الله الجنة 3 مرات في حديث، وكل ما سأذكر حديث صحيحة، أن من سأل الله الجنة 3 مرات شفعت الجنة فقالت اللهم أدخلني، ومن استعاذ بالله من النار 3 شفعت النار اللهم أجرني أجره مني. يعني ماذا نقول الآن؟ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، نعوذ بك من النار يا ربي، نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، 3 تجب لك الجنة، ما أكرم الله رب العالمين. وقبل أن أسترسل في الوجبات الجميلة في موجبات الجنة، اعلم أن أعظم عمل يدخل الجنة التوحيد. ما الموجبتان يا رسول الله؟ رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، قال في الحديث: الموجبة الأولى أن الله لا يدخل من آمن به ووحده النار، وأن يدخل من آمن ووحد الجنة. خذ موجب من موجبات الجنة، سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، من كمله؟ أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في الحديث الصحيح أن من قاله موقنا من قلبه في نهار فمات في الليل وجبت له الجنة. الله أكبر، الله أكبر. ومن قاله في ليل قبل طلوع الشمس وكان موقنا، لاحظ موقنا، هذ اللسان، وبعضنا إلى الآن جالس ما قال سيد الاستغفار إلى الآن، وهذا ذكر جميل وأمر يسير وبعض الناس يفرط فيه لانشغاله. من موجبات الجنة: من صلى البردين دخل الجنة، لا إله إلا الله، صلاة العصر وصلاة الفجر. من صلى البردين دخل الجنة، العصر الصلاة الوسطى، حتى قال بعض أهل العلم أن العصر أو الفجر على خلاف أنها الصلاة الوسطى التي قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من موجبات الجنة أن يحفظ الإنسان ما بين لحييه وما بين فخذيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. حافظ على عينك وعلى الفرج ولذلك، وحافظ على اللسان. وبعض الناس أحبابي حفظ الله له ما بين فخذيه، ما زنى من فضل الله عليه، لكن لسانه، نسأل الله العافية، تسلك في الناس ويسلخ في بشر، وكل صلواته طاعاته وعباداته رحلت إلى غيره. فجاهد نفسك حتى تضمن الجنة. أحبابي الثمن غالي. من أسباب دخول الجنة: أحبابي تتوضؤون صحيح، وأنا أنظر إلى الوضوء، من توضأ، انظر الحديث عقبة بن عامر، حديث صحيح، قال: من توضأ فأسبغ، وفي رواية فأبلغ الوضوء، ثم قال، يعني خلص قطر الماء، بدأ الماء يخرج من أطراف أصابعه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دخل الجنة؟ لا ما يدخل الجنة، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. الله أكبر. الثاني: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. الله أكبر. مع التوحيد: لا إله إلا الله. هذا نفس التوحيد اللي يدخلون به الكفار إذا دخلوا في الإسلام، شهادة الدخول للإسلام. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بس وقف، نسأل الله الكريم. هل تستطيع؟ الإحصاءات تقول
إن كثيرا، نحن لا نتشاهد، كثيرا ممن يلقن التوحيد عند موته عند الحشرجة ما يقدر يقولها، يطق صدره أقدر. طيب قل لا إله، تسمع؟ أسمع بس عجزت أطلعها. ولذلك لا إله إلا الله آخر فصل من فصول الحياة، لا يستطيع الإنسان أن ينطقها إلا إذا كانت لا إله إلا الله في حياته كلها. الله أكبر. مع الله يحفظ الله، يحفظ الله يحفظ، يتعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة، ومن أكبر الشدة وأنواعها أن تكون وأنت تحتضر، أن تولد كل عام. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. وليه ما حجيت؟ أحبابي لو أن إنسان أتى للرياض جاي من الحج في 15-12، يعني من 3 أشهر حجه، لو مات الإنسان وقد حج حجا مبرورا ومات اليوم، لا يسأل إن كان حجه مبرور، لا يسأل إلا عن ذنوب 3 أشهر فقط، والباقي وين راح؟ الحج يهدم ما كان قبله، يهدم. أنت شفت طفل صغير في حجر أمه عليه ذنوب؟ لا، رجع من ذنوبه كيوم ولدته. الله أكبر. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رحمة المشتاقين والفض. الله. من أبوابها أحبابي عيادة المريض وزيارة الأخ في الله. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله أوقف الله على مدرجته ملك، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يا سلام. من زار مريضا كان في خرفة الجنة، جناها وقطوفها وثمارها، وتشيعه 70,000 ملك. وأحبابي والله من أعظم الأجور عند الله أن تذهب لمريض، أولا فيه ملك فوق رأسه يؤمن على دعائك، صحيح. الثاني في خرفة الجنة، ثالث أن الملائكة تشيعك. ولذلك أدرج الله أو أوقف الله على مدرجة مؤمن ملكا يسأله لماذا في هذه القرية، أنا لست من هذه القرية، قال إن فيها أن إن لي فيها أخلي في الله، قال أنعمة تربها بينك وبينه مزارك طيب، بينك وبينه معروف، زارك وتزور؟ قال لا، إلا إني أحبه في الله، قال إني ملك أو رسول من الله إليك أن الله أحبك. ولذلك أحبابي ادخلوا الجنة بتجديد النية في زيارة المحبين، وفي الحديث ثبتت محبتي للمتزاورين في المتجالسين في المتباذلين فيه.